كويس. إذا اللي أجوا معنا اليوم، أنا طلعت على محاضرة الخميس، شفتوها كلكم؟ طلعت عليها؟ شفتوها؟ هل هي مثلاً من طب ليش من باب العالم المسجل وكذا؟ أنا ما كنتش حاسس بالله. كيف محاضرة الخميس أو بل؟ لأنه حكينا عن الترندز. يلا شيل الترند اللي أنت جاي اليوم في السجل. اليوم مطلوب من كل الجروب يعطوني الترند اللي بيشتغلوا عليه، شو الترند؟ وانت عم تشوف الترند بس مجموعة واحدة فاهمة، مجموعة واحدة تأثر فيك اللي هي مريم وبراء بيشتغلوا على الابلكيشن. طيب هاي في الترند ساكنين عنها في محاضرة تبع الخميس، هاي معروفة عند الاونلاين تتفرج عليها وتشوف شو الترند اللي احنا يعني نشتغل عليها. يعني المفروض اليوم نعمل توسيع لان بدا الافضل جي كيف تعمل سيرش على الترند. شنو الترند قبل الترند احنا عندنا؟ الله حرام شو حكينا عن الترند؟ الادابشن انتليجنس شو كمان؟ بيج داتا كمان شنو الاندكس مودلز؟ الاي او تي قلنا من هذا لما احنا ماشيين في الفصل هذه الترند بدنا نحاول نتعرف عليها لانها مش موجوده في الفصل الترند بتتعرف عليها مش موجوده تمام فروم تايم تو تايم تتغير في تطورات يعني موضوع البلوك تشين موضوع الماشين ليرنينج يعني هذا صار بس وبالتالي بدك انت تدرب حالك مشان لما تتخرج تضل تدفع بعد 3 سنوات تتخرج وتنفع على الايفنت ثيري بعد 3 سنوات تصير سباير يعني بدك تدفع الان فرصه احنا في المسار انه نتدرب على كيف ندفع على تدريب على كيف ندفع طيب اللي بدنا نمشي فيه اذا بدنا نقسم الدروس اثنين هذا رقم واحد بدنا نقسم الاثنين دكتور نختار التريننج وانا رايح اخذ التريننج الاي او تي قلت لكم الاي او تي انا رايح امشي فيه طول الفصل كويس الان كل اثنين منكم مثلا في لوك برزنتيشن لما تختار التريننج بقول يلا انت بنعمل توزيع على كيف نعمل البرزنتيشن مشان نكسب اكبر قدر من هذه الترندز يصير عندنا فاهم اكبر قدر من هذه الترندز وانا متاكد انت كمان لما تصير تشتغل فيه لا رايح كمان تصير عندك عمر مش في الساعه رايح تصير في العمر طيب في نهايه كنا في مشروع هذول الاثنين والله ما كان خلينا نشتغل فاشتغل من هذا الوصف هذول الاثنين كانوا مقدمين يعني الفصل مشروع في شروط في واضح مكتوب حكينا وفروم تايم تو تايم وين بيلزمك؟ اذا انا معي مشروع الاي او تي قبل ما اشوف معي الفصل الان فروم تايم تو تايم وين بحس انه بيلزمك؟ كيف تتعامل في العمل؟ المشروع تبعك هو موضوع شغال عليه شو بيلزمك؟ تمام شو بيلزمك؟ معرفه وشو بيلزمك؟ مهاره اهم عندي المعرفه بس شو بيلزمك؟ مهاره تكون طيب اليوم خلاص نفترض انه كل اثنين صاروا بيشتغلوا على غيره فروم وين بتشتغل بدك بس تفتش بدك تبطل بس تروح لا تشوف جوجل وخلاص جوجل هذا مش مرجع للابحاث ولا للعمل الان الميزة كمان انه هذه الترندز هذه مش موجوده في الكتب لحد الان غالبا ما بنلاقيهاش في الكتب ليش؟ لانها تطور يعني تطور فيه
نعم نعم هذا اللي هو لما بتشتغل يكون انت مطلوب انك تشتغل على ترند. بديش تصير تحس انه الابحاث هي اللي هي بتشتغل ترند. فهمت كيف؟ يعني تبين ثلاث اربع ابحاث. بديش انت تحس انه هذا الابحاث هي اللي هي لا انا ما بدي بدي هذا الابحاث اللي هي اللي بتصير ابسوطي. تتعامل مع حدا يحكي تطلع منها كثير تمام مشان تبني عليه. مشان تبني عايش كويس؟ طيب اذا نبدا اليوم هذا اليوم محاضره اسمها تفضل المشكلة كيف؟ أنا الكاميرا مسكتة بس الصوت فاتح وبسجل على فكره يعني انا بسجل كل اللي بدك فيها هي بسجل انا هيك بنقدر طيب انا على جنب ايه كويس طيب الان هذا الموضوع اليوم هذا موضوع اسنان مساند ان يعني مثلا ممكن اظل في كل الامثله لانه اختاره مريم وغرام اختاروا انهم يشتغلوا في موضوع الارتفيشال انتليجنس وبدي اعتبره هذا التوبيك اللي بتشتغلوا عليه بعتبره هذا التوبيك اللي بتشتغلوا عليه بس انا انزل لكم عروض التوبكس على الاقل بدك تشتغل على حاجتين ويبقى معك تو بيبرز واحد عن التوبيك نفسه والثاني عن الامباكت للتوبيك اون بزنس يعني انا بكفيش انه احكي ارتفيشال انتليجنس بكفيش انه احكي عن ارتفيشال انتليجنس خلاص بدي اشوف في البيزنس كيف بيشتغل شو تاثيره في البيزنس احنا تخصصنا هذا المعلومات تمام يعني بدنا نطوع التكنولوجيا في خدمه مين؟ خدمه البيزنس هذا الشغل كنا نعمل الالاين اوكي الان مشان نبسط كيف تجيب الاب من وين تجيب البيبر من وين تقرا اليوم بدنا نعمل ريسيرشنج اند ريدنج ليتريتشر ليتريتشر يعني دراسات كيف بتفتش عنها اوكي طيب هذا الموضوع اللي نحكي فيه اليوم اللي هي الليتريتشر ريفيو عندك تراجع انت بدك تعمل مراجعه وفي البحث مطلوب منا نعمل مراجعه لعده دراسات صح؟ في البحث مطلوب منا نعمل مراجعه شو يعني؟ اسمها ريفيو شو بيعني؟ الدراسات هذه اسمها ليتريتشر. هذا اللي نقصد لما نقول ليتريتشر نقصد اللي هي الادب السابق للدراسات اللي عملوها الباحثين في الموضوع اللي احنا بدنا نشتغل عليه. اوكي؟ شو اللي بدك تعمله؟ The selection of available documents. لاحظ The selection of available documents. انت بدك دراسات عن مين؟ اون ذا توب عن موضوع في ارتفيشال انتليجنس اذا بدك تروح تفتش وين عن ارتفيشال انتليجنس تختار انت لو جيت تعمل سيرش وتيجي كتابه ارتفيشال انتليجنس راح يجيك ملايين من الدوكيومنتس بدك تختار حاجه اللي منها اللي بيلزمك تمام هاي which contain information طبعا انت الان بدك تجيب عن التوبيك تبعك بحيث انه هذا اللي جبته يكون فيه انفورميشن ايدر ذات اند ايفيدنس ريتن فروم بارتيكولار ستاند بوينت يعني انا بدي اجيب هذا الليتريتشر خلص من يوم طار لما اقول ليتريتشر يعني بيبرز تجيبها ريليتد في التوبيك تمام وفيها معلومات فيها معلومات اللي بتلزمني مشان اكمل الموضوع اللي انا بدي اشتغل اوكي فعلا يعني انا دقت من هذا انت اذا بدك تتبع اي موضوع اي موضوع يعني بدك تتبعه او بدك تتعلم هذا اللي راح تعمله انا لو بدي اتعلم موضوع فانا راح افتش عن ابحاث او دراسات او كتب سي ان سي تفتش عن مراجع نقول عنها مراجع
يكون فيها معلومات عن الجو خلال بشتغل عليه واقدر ابني منها الموضوع اللي انا بدي. هذا اسمه ريفيو، واحنا شغلنا بيكون غالبا لسه يعني راح يكون ريفيو مراجعه عن شو اللي انحكى بهذا الموضوع اللي اخترته. اوكي طبعا المواضيع الترندز اللي احنا اخترناها هاي الترندز اوريدي انها مستخدمه في البيت، مستخدمه في البيزنس. يعني لما كنا ماشيين ليرنينج راجع ضروري تسمع، ضروري تسمع محاضرة. لما قلنا ماشيين ليرنينج اليوم صار ابسط مثال منها، يمكن المصطلح شوي جاف لكن ابسط مثال لها هذه اللي كيف تستخدم الكمبيوتر للتعامل مع اليوزر اكسبيرينس. يعني انت دخلت مشغل برنامج، دخلت على السيتنجز، عملت تعديلات على الالوان على الضغط على اللي بدك اياه، مشيت الان انا جيت مثلا دخلت على السيتنجز مثلا كبرت الخط وغيرت الالوان، اشتغلت اللي بدي اياه وطفيت الجهاز. المفروض المره القادمه لما ارجع يرجعني وين؟ على الكونفرنس اللي انا اعطيته اياه. بمعنى هذا عشان هيك اسمها اللي هي هاو تو هاندل يوزر اكسبيرينس، يعني كيف يصير الكمبيوتر يتعامل مع اليوزر اكسبيرينس. هذه في لها ادوات، في لها ادوات لما تحطها على الجهاز تصير جهازك يعرف يتعامل مع اليوزر. على سبيل المثال في جوجل، جوجل لو عملت انت عملت اعدادات معينه لجوجل، مش كل مره بتشغل نفس الاعدادات، هذه اسمها ماشين ليرنينج. يعني ماشين ليرنينج كيف تخلي الكمبيوتر يستجيب لي، في ادوات كثيره. تمام طيب، اذا احنا وصلنا لمرحله صار بين ايدينا موضوع، عارفين مثلا انا بدي اشتغل على موضوع الانترنت اوف ثينجز، مريم وغرام بيشتغلوا على الارتفيشال انتليجنس، والبقيه تقول يقول عم تختار الموضوع هاي صرت بتعرف الموضوع. طيب وات نيكست، شو بدك تعمل؟ بدك تروح تعمل سيرش، بدك تروح تفتش. عادة المصادر هاي بدك تروح تفتش وتعمل خيار. إذا صار بينك في الموضوع بدك الآن تروح تفتش تعمل اختيار اللي هي ذا بروسيس اوف كريتيكال ليتريشر ريفيو. يعني بدك شو تسوي؟ صار بين ايديك توبك، بدك تمر في هذه البروسيس. هاي البروسيس الاولى بدك تحدد الداتا سورسز رقم واحد، بس ضلتين بمعنى شيء المراجع اللي بدك ترتكز عليه، هل هي من المكتبه؟ انا بنشوف الداتا سورس، حددت الداتا سورس، يعني قلت انا بدي اجيب الليتريتشر من وين؟ من الانترنت، سي يعني سم بليس اون ذا انترنت، مكان ما في الانترنت، حددت. بعديها سيرتين بدك تفتش تبدا تدور، الخطوه الثانيه بعديها شو ماله؟ بدك تعمل ايفالويت. شو يعني ايفالويت؟ يعني انت لما لو جيت انت ما خلينا على سبيل المثال بين قوسين على جوجل كتبنا كلمه انترنت اوف ثينجز، مش هيك بدنا نفتش؟ راح له بجيب لك قديش؟ بجيب لك مرجع واحد وين ما هي انترنت اوف ثينجز مذكوره، بيجيب لك قائمه بتروح تاخذها كلها. اذا طب هلا شو تاخذ؟ بدك معايير معينه تحددها انت بدك تحدد معايير معينه اللي هي سميناها شو ماله؟ ايفالويتنج ذا ليتريتشر. يعني بدك تقول انا بدي اختار مثلا كل الابحاث المنشوره في سنه 2024، بدل ما هي بالملايين شو بتصير؟ بالالاف. وفي ال 24 نفس الضيق لما تصل تجيب لك ثلاث اربعه ابحاث اسمها ايفالويت، هم نحكي عنها. طيب صارت بين ايديك الليتريتشر، اخر شيء شو بدك تبدا تسوي؟ تكتب. والله تبدا تكتب. يعني احنا جبنا بيبرز في البحث تبعك، كم بيبر مطلوب؟ مجموع شوف من هالاخر الفصل كل مره بتزيد شوي، كل مره بس اول برزنتيشن بتكون ثنتين، ما انتوا اثنين كل واحد بده يشتغل على واحد من البيبرز. اخر شيء بدك تكتب
صار بيني وبينك يا المنجي، جبته وصار معك، شو تكتب منه؟ شو تكتب منه؟ اللي لاحظته انا في فصول سابقه، في فصول سابقه لما كنا نطلب مثلا دقاريه، بيجي طالب مبسوط بيفتح البيبر بيعمل كوبي بس يقول هاي انا جبت، مش هي. او حتى هذا النشيد، طبعا احنا دائما نتعامل على حسب مستوى المعرفه والمهارات اللي عندك، هل قد تعمل؟ في هذا النشيد بيعمل كوبي وبحط بيعرض لك، في ناس بيحب يعرض البيبر نفسه وبصير يحكي عنها، مش عارف وين هو. الان مساله اللي هي مساله الدوكيومنت قام تكتبه، هذه مساله بسيطه. انا بعرف انه في مرحله البكالوريوس الواحد ممكن لما تكون معي بيبر وبتطلع لك صفحه صفحه، يعني شو ماله عبء صح؟ بيقرا وصير لاجئ وصير شايفه شيء تو، لا هي مش شيء، تعال ما هي بس مش شيء، هي طريقه. هذه الطريقه هي اللي نشتغل عليها، مشان انت اذا انا في البحث قايل لك حط اربعه او خمسه ليبر، لا انت راح تحط 10، العميل مش صعب. ظل انت بتنتبه كيف بدك تتعامل مع هذا الليبر. كويس؟ اذا هذه المراحل، هذه المراحل الاربعه، لما من لحظه ما انا ابدا افكر في الموضوع، ابدا احدد من وين بدي اجيبه لحتى ما وين اكتب التقرير المطلوب مني. اوكي؟ طيب الداتا سورس المقصود فيها الداتا سورس التوبيك هذا اللي انت بدك تشتغل عليه، من وين تلاقيه؟ هذه اللي امامك لاحظها كلها مراجع، تلاقي عنها، تلاقي عن الموضوع هذا، هاي تكست بوكس، جورنالز، ثيسيس اللي هي رسائل الماجستير دكتوراه، ثيسيس، كونفرنس بروسيدنج اللي هي المؤتمرات، مش الجامعات بتعمل مؤتمرات والابحاث بحطوهم في مكان ما اسمه كونفرنس بروسيدنج، ان بابليش مانسكريبتس يعني غير منشوره، يعني شو غير منشوره؟ احيانا بيجي مدرس مثلا بيكتب عن موضوع على صفحه الجامعه، هذا مسموح، هذا غير منشور، بصير اسمه منشور اذا حاطين في جيرنال او في تكست بوك او الى اخره. كويس؟ او ريبورتس، يعني انت كثير تروح على الجامعه بتلاقي عندهم دليل الطالب، هذا اسمه ريبورت، بتروح على البلديه بتلاقي عندهم كتاب في احصائيات، احصائيات عن اداء البلديه مثلا، او على البنك عندهم احصائيات، هذا اسمه اللي اسمه ريبورتس. New papers and the internet. New papers and the internet. الان بدنا نتطلع شو جيرنال، يعني شو جيرنال؟ مجلة، يعني شو؟ ما مش طب شو المقال؟ انت الان العمل البحثي، بحث تشتغل تصنع صوت العمل البحثي له محطات، المحطة الأولى اللي هو الطالب هو مرحلة البكالوريوس، آخر مرحلة شو بيعمل؟ بتقرأ البحث، شو اسمه؟ مشروع التخرج، وبالإنجليزي اسمه جراديويشن بروجكت، يعني لما تيجي على الإنترنت تكتب جراديويشن بروجكت، هذا الدكتور من سن البي جي هي عبارة عن مشروع التخرج كلها بكالوريوس، مرحلة بكالوريوس خلاص هي مرحلة اللي في الأبحاث، وعادة مشروع التخرج يسمى هذا مشروع منشور. ليش؟ هو بيظل غير منشور لحتى يوم ما تشناق اليوم اللي بتناقش فيه ويجازي لك، يعني خلاص قال لك ابروف، نهارها بصير اسمه منشور. لما الجامعه بعد الكورس هذا شو اسمه؟ جراديويشن بروجكت. المحطة الثانية من الأبحاث اللي هي رسائل، اسمها رسائل نفسية، هو عبارة عن بحث نفسي، بحث كيف نشتغل بس يكون بحث أعمق،
اسمه سيلف ماجستير، وبالانجليزي اسمه ماستر ثيسس. تظل يشتغل عليها ليوم المناقشه، يوم ما بناقشها بصير اسمها منشور. صحيح صحيح الامام. اذا لو كتبت عن ماستر ثيسس شو بده يشيل؟ ابحاث، بس هي عباره عن مين؟ ماجستير. المرحله الثانيه، المرحلة الثالثة، عشان نصل لكلمة بيبرز وجيرنال. المرحلة الثالثة اللي اسمها الأبحاث والبحث اللي يعمل دكتوراه. ما فيش مبدأ لازم نعمل دوس بحث. اسمه رسالة دكتوراه. اسمه بالعربي رسالة دكتوراه. أو بالإنجليزي اسمه بي اتش دي ديسيرتيشن. لاحظ بي اتش دي ديسيرتيشن. إذا في البكالوريوس شو اسمه؟ جراديويشن بروجكت. يعني لما تشوف بنت جراديويشن بروجكت بتعرف إنه هذا بحث البكالوريوس. لما تشوف ماستر ثيسيس هذا بحث عملي أنت بتقول معرفة شخصية. لما تشوف ديسيرتيشن اسمها هذا بحث عملي طويل. خلاص أنا حطيت نفسي والان مقابلها في كل بحث من الابحاث الباحث يمنح درجه علميه. صح؟ مقابل هذا البحث الباحث يمنح شو؟ درجه علميه. البكالوريوس يمنح درجه البكالوريوس خلاص يعني. الماجستير درجه الدكتوراه درجه الدكتوراه. الان طيب هذه المحطات الرئيسيه الاكاديميه للابحاث. طب غير عن الأبحاث مثلا نعمل إدارة جمال بحث هذا مش بقى أقول لك صحيح مثلا بعد الدكتوراه احنا ما بنسميش بقى الأبحاث شي درجة من الأبحاث. طب شو يسووها؟ طبعا هيئة الباحثين العالمية قالوا طب شو نسميه؟ البحث قال شو نسميه؟ قالوا أحسن تسمية دائما نسميه سيف بارك هيل مقابل أو ريسيرش أو شو؟ ريسيرش يا إما بنسميه ريسيرش أرتكل يا ريسيرش بيبر. إذا لما إحنا نقول لك في المادة مطلوب منك تجيب كذا ريسيرش بيبرز إذا على طول شو بيجي في ذهنك؟ إنه بنحكي عن أبحاث مش تبع البكالوريوس اسمها ريسيرش بيبر مثلا. طب هذا ريسيرش بيبر مثلا رساله الماجستير تنحط في المكتب صح؟ رساله الدكتوراه تنحط في المكتب. مشروع التخرج جراديويشن بروجكت بنحط في المكتب. طب انت لما تعمل ريسيرش بيبر وين تحطها؟ تمام؟ الان صار الباحثين يعملوا كشف معقد ايش له علاقه بالبزنس؟ وايش له علاقه مثلا بالتكنولوجيا؟ وبالتالي تبدا البحث له علاقه بالتكنولوجيا بتراث مين؟ الناس اللي لهم في التكنولوجيا بيجمعوا مجموعه الابحاث اللي بتجيهم في التكنولوجيا وبيعملوها مع بعضها في ايش؟ واتس كولد ريسيرش اسمها ريسيرش جيرنال. اذا ريسيرش جيرنال شو مالها؟ محتوى شو بتلاقي فيه؟ ابحاث غير عن اللي تؤدي لدرجه علميه. خلاص؟ طيب. طبعا هذه البيبرز مش عارف تنشرها. يعني لو جيت عملت بحث يعني ان شاء الله ربنا اول اسبوع في مع نهايه الفصل ما تروح للطلب، كان داخل راح يطلع. بعض يعني بعض اعمال من اللي راح تطلعوها ممكن يكون صالح نبعثه لجيرنال نقول هذا موضوع اشتغلوا على البلاد مش مني الجيرنال هذا بصير تدقق الا شغل علمي تدقق على كل البيبر واهم شيء تدقق عليه انه ما يكونش كوبي سمو بليجيريك يعني شو ماله مش تروح تجيب 10 بيبر تنسحب من هذا الشغل هذا شغل هذا شغل هذا شوي انك هذا سوبر ناس بروبت ما هو موجود
ايه ليش البنين بيس من سهل عزيز؟ طب من الشغل؟ يقول لك لا ما اقدر راعي البيت، بس في غيرنا شو ماله؟ اللغه تبعك اصلا ما كنتش مليان كويس، بس تعمل نفسيه قويه باللغه تبعتك مشان تحفظ الحرف مين؟ الواصل بتاعك في البحث الاصلي. والله انت انا لو بتعمل بحث وبعد اسبوعين انا عندي اسم اكس رايح لي اسمي وحاط اسمه، طب ليش ما رايح لي على الحلو. صح؟ هذا يؤدي الى عمليه البحث العلمي شو ماله؟ بتاثر تاثر سلبي. انمي اذا طيب البيبرز هاد بتصير وكانه باحثين من انحاء العالم، باحثين من انحاء مثلا في التكنولوجيا انت او في البيزنس، انت لك علاقه في البيزنس تحط في الجيرنال تبع مين؟ البيزنس. في هالموضوع في باحثين غيرك بيشتغلوا على نفس الموضوع في المشين ليرنينج، في ناس كثار بتشتغل بالمشين ليرنينج وبحطوا في وين؟ في جيرنال. بعد فتره معينه بيصير العمل البحثي مش قادر يجيب شيء جديد. اذا صار هيك اذا صار هيك بيحملوها الخلاصات وين بحطوها؟ في تكست بوك، بحطوها في تكست بوك. يعني مؤلف الكتاب بتصير مهمته شو يسوي؟ هالتوبك اللي بده يشتغل عليه يروح يفتش عن الجيرنالز وشو يسوي فيه، يصيغه ويحطه في وين؟ بمجرد ما حطه في تكست بوك يعتبر اولموست الموضوع هذا ثابت، يعني بدناش نعمل فيه ابحاث. وهو مثال على الكتب كلها اللي معنا، كل الكتب اللي معنا العالمي من ناحيه زمان معروف ثابت. طيب هاي الداتا سورس. اذا احنا في موضوعنا شغلنا بده يكون وين؟ بده يكون وين؟ مشان نتاكد انه بنشتغل في شيء اب تو ديت، اللي في الكتب ناس اب تو ديت. وين الاب تو ديت؟ وين موجود؟ انت عاده اذا بدك تفتش عن اي معلومه تكون اب تو ديت، المرجع الصح والموثوق، المجال الصح والموثوق اللي راح تلاقي فيه اب تو ديت هي الجيرنال. هي الجيرنال. تمام؟ نشوف امثله. بيجي واحد يقول لك طب الويكيبيديا، الويكيبيديا من ناحيه بحثيه لا يرتد الى ادمان. ليش؟ لا يرتد الى ادمان لانه انت بتحتاج موضوع الواحد واحد ثاني بده يقول له عادي. اذا بالصغير انت شو معنى؟ كويس يعني كويس كويس المكان الصح اللي محتوياته يكون صحيح نعلميه هو من الجيرنال والثيسز طبعا والكونفرنسز الى اخره. تمام؟ اذا هذا اول ما بدك تحدد وين السورس اللي بدك تفتش فيه. طيب الان الثاني هو شو؟ قلت انا بدي جيرنال. اذا انا بدي البيبر من وين اجيبها؟ من الجيرنال. ومثلا الاكسل مش الفاصل. لا مش فاضي. شو ماله؟ هاي searching for topic of interest becomes much easier. بعد ما حددت السورس اذا انت بدك شو ماله؟ بدنا نشتغل نجيب الابحاث من جيرنال. اذا حتى لو على جوجل، مش انت بشغل جوجل؟ حتى لو على جوجل اكتب مثلا انترنت اوف ثينكس واترك فراغ واكتب معها كلمه جيرنال. هذا يكتب معها كلمة جيرنال بيروح بيجيب لك فقط وين المواضيع المذكورة في مين؟ في جيرنال. خلاص؟ طيب إلى وين تفتش؟ أحسن مكان تفتش فيه هو مكان الجيرنال. كل جيرنال ولا موقع؟ كل جيرنال ولا الموقع تبعه؟ الآن إحنا في مرحلتنا بدناش نطلع بقى، احنا بنكتفي بان ندخل على وين؟ مش على جوجل، على جوجل سكولر.
تعرفون بالسكولا، وقت بالسكولا بلوت جوجل دوت كوم بدخلك عليه. شو الفرق بين جوجل وبين جوجل سكولار؟ جوجل سكولار هو عباره عن قاعده بيانات بحثيه. وكيف اسمه؟ قاعده بيانات بحثيه. من وين بيجي هذا جوجل سكولار؟ بيجي هي يعني اعطيك مثال. لما انا بدي انشر بيبر، انا بدي انشر بيبر فيما في جيرنال كويس، طبعا بعد عمليات الريفيو والتمحيص والتدقيق والى اخره، اذا اكسبتد بيعملوا الابستراكت وشو بيسووا؟ وبيعملوا بهم لحالهم بيرسلوا نسخه من عامل على داتا بيس تبع جوجل سكولر. كل جيرنال بتبعث نسخه من بحث او من جوجل سكولر. اذا جوجل سكولر ما بتلاقيش فيه الا ابحاث، بينما جوجل تلاقي فيه ابحاث، تلاقي فيه كتب، تلاقي فيه مواقع، تلاقي فيه. اذا لما تدخل على جوجل سكولر انت ضمنت حالتي انه انت قاعد الان اللي بيجي امامك عباره عن بيبر بس. خلاص اذا بدنا نتعود نشتغل تمام. طبعا هذا راح يوفر عليك الان اذا قدرت، هذا ما بديش انا ادخل في تفاصيل شوي بدنا افعل. اذا قدرت انت تدخل على موقع الجيرنال نفسه، كيف تعرف الجيرنال الموقع؟ ماليش بيبر ولا ورجيت كل بحث منشور عندك، يعني ادخل على جوجل سكولر كويس، يعمل داونلود لبيبر، البيبر تلاقي عليها رابط وين موديه؟ على الجيرنال عن الموقع. اذا انت صرت بتفتش وين؟ ضيقت في جيرنال واحد تمام؟ طيب الان فتشنا جوجل سكولر خلاص فتشت. طبعا انا بحب عن حاجه شخصيه، فانا بدخل مواقع جيرنالز، لكن بدخل على جوجل سكولر. جوجل سكولر اكتب الانترنت اوف ثينجز بيجي لك كل البيبرز اللي انت اشرت عندي، بس في اي وقت؟ كل الوقت. عام شيء 2024 يمكن تلاقي بيبر منشورة سنة 1980. الآن من الناحية العلمية البيبر المنشورة في 1980 شو قيمتها اليوم؟ لأنه لما هو أنا بلاقي بيبر منشورة في 2024 وبالتالي محطوط أنوليتي أب تو ديت اللي 2024. إذا جرب أول قيد تعمله، عادة احنا الابحاث ننشرها، يعني انا لو انشر ابحاث في جيرنال استنى انشر بعد تمام؟ الجيرنال تقبلش من يكون في المراجع الا موست سموها موست ريسنت، يعني انا اقول نسبه الانتباه الاولي للموست ريسنت اللي هي بتكون 2020 واحد لحد 12 موست ريسنت. اذا انت لما تكتب موضوع مثلا انترنت اوف ثينكس ابعد فراغ حط 2024 شو بده يجيب لك؟ المبحث اللي انتشرت في 2024 بس العدد اقل صح. في كمان عنده خصائص افتح عليها، هو بصير يعطيك سنوات بصير يعطيك تبدلني. انا بعرف اني واحد انا بقول نهي لما تكون دارت اوف ثينكس خلاص شو ما يطلع؟ لما تدافعوا لا مش هيك، لانه احيانا بتكون قديم جدا تصير تيجي ترى لما في بيبر على 1980 ما فيش فيها دارت اوف ثينكس. طب كانت شو معنى؟ بدايات جرب ترجع لمراجع قديمه بتلاقيهم كانوا يحكوا عن توقعات، بس ال 2024 ما عملش اجماله الموست ريسنت يعني حسب شو البحث انت بتشتغل عليه، حسب شو البحث انت بتشتغل عليه. بس المهم انت بتشتغل في موضوع موديلينج، يعني انا احيانا بشتغل في موديلينج، يعني مثلا بحثيا بتداول في موديل عندك باحثين، الان انت بتجيب
ونوصله مشان تقدر تكمل معه. مش ترجع ورا. اذا بتشتغل في الموديلنج بدك انك تشوف الان وين، الان وين مشان تكمل معه. وتصير تحس حالك انت كباعد، مش عارف الموضوعات بيشتغل. ما كل اللي جبت منهم داونلود هذول كلهم بيشتغلوا في الموضوع. يعني انت مثلا ماشيين ليه كله مفهوم اللي بيشتغلوا زي الموضوع ده. لكن لما نقول موضوع تعليم ايه زي ما يفترض ان يكون بدنا نحكي عن ذا موست ريسنت اللي هو الموست ريسنت عاده بنقول عنه 5 years. موست ريسنت عاده بنقول عنه 5 years. يعني هذا موضوع حديث، مش بنقول انه ترندز، موضوع حديث بدي اجيبها من 2020 مثلا، 21 22 23 24 22 تمام؟ طيب اذا انت ما زلت في المراحل الاوليه حددت الموضوع، قلت انا بدي اعمل جيرنال سحبت الصوت، شغلت جوجل سكولر، بدأت احنا عاده بنفتش عن توبل تمام؟ عن توبل اذا في كي ويردز كمان مع التوبل هذا بتضيع النتائج. ما فيش بحجي لك كان طويل مظبوط، بحجي لك كان طويل من وين تختار؟ من وين تختار؟ هل انت تختار اول 8 مثلا او اول 5 او اول 10؟ لا، بدك تختار كل شيء بينها. فيما بعد بدك تنتقل ان المرحله التاليه تاخذ الى هذا الفرق. هذه من الان هذه مدخل مشان تعرف كيف تقرا البيبر. هذا الان بيجي مدخل مشان تفهم وتعرف كيف تتعامل مع البيبر. اذا انا عندي سيرش تمام وفاتح فولدر عندي على اللابتوب، شو ما بيطلع بيقدر بحط فاتح فولدر باجي وبحط بعبي فيه، صار في 20 بس بديش ال 20، انا يا دوبك اتعامل مع 5 مع 6 حتى انت بدك سنتين مثلا لما تعمل برزنتيشن بدك سنتين. طيب انت الان بصير همك تجيب سنتين الاكثر صح؟ الأدنى الأفضل الأقوى. أنت بتنك تفكر يعني أنا قاعد بمالي حاط في الفولدر 20 بيبر وأنا مستني سنتين، أنا السنتين اللي اختارها أكيد كل واحد فينا بيطمح إنه يختار أفضل سنتين صح؟ كيف تحدد أفضل مجموعة في الدنيا؟ خلينا نركز. أول محطة اسمها ايفالويتنج بنتريشن. ايش المصطلحات تشوش عليكم؟ يعني انت الان امامك قائمه ابحاث بدك تختار منها صفحات على اللابتوب تبعك. وديروا بالك اي واحد فينا بيعمل داونلود لاي شيء بصير يستاثر يعمل ديليت. مظبوط؟ كل هيك الطبع البشري. طيب الان اول مرحله بتفتح وين؟ البيبرز وبتصير تطلع على التايتل تبعها. بقى على التايتل شو؟ العنوان. انا الان بحكي لك التجربه اللي انا مار فيها. انا لما كاتب في السيرش مثلا انترنت اوف ثينجز وعملت داونلود ل 20 بيبر، فتحت اول واحد عنوانها مكتوب مثلا انترنت اوف ثينجز ان ميديكال سيكتور، بقول هل بدي اياها؟ صار من العنوان لحاله معطيني شو ماله مؤشرات معينه. يعني فتحت اول بيبر مكتوب فيها انترنت اوف ثينجز في الميديكال سيكتور. مش اذا هي اول ساعات في شو ماله هذا هي 7 اول واحد 19 وهكذا العناوين تطلع على عنوانه هو شو بس مش يجي يجي يعني يطلع هذا اللي يخلي من الجوهر دي في العمل البحثي. هذه الخطوه بتقدر انت تقلل تقريبا من 15 ل 20% من العمل الدولي. وقديش بتاخذ معك وقت؟
قديش تاخد بقى؟ يعني في ربع ساعة تكون معانا سيارة على مكتب. طيب لما ربع ساعة حلو تقدر تستخدم من 20% ده مشان اللي ما تشوفش حاجة فيما بعد مع الكورة كشو تفيدك بلاش تتورط مع البيبر ودكتور ودكتور بعدين بيه والله في البيبر أحسن من البيبر ما لازم تتكلم. طيب بنات 18 شو تساوي؟ أنا من 18 بدي خمسة أو بدي 10 أروح على مين؟ على طول بطلع على الأبستراكت. الأبستراكت نحن يعني أحيانا نخطئ في الأبستراكت. الأبستراكت هدفه تعطي القارئ اللي يقرأ فكرة عامة عن البيبر. بتطلع القارئ بدل ما يروح يقرأ البيبر كاملة تبقى لها 20 صفحة. بدل ما يروح يقرأها كاملة وتطلع مش هي بده اياها هذا باخذ جهد. لا بنحط بالابستراكت والابستراكت دائما اي بيبر بتجيبها الابستراكت فيها اربع عناصر بتطلع الاربع عناصر. يعني عاده الابستراكت لاي بيبر بتكون عباره عن وان باراجراف فقره واحده بنسبه عاليه جدا وبنسبه قليله بتكون فقرتين بس مش اكثر. طيب فقرة واحدة فيها كم جملة؟ عدة جمل. الجملة الأولى شو بدها تكون؟ فيها أوفرول فيها بس القراءة اللي قاعد بتقرأ فيها بده يعطيك أول جملة. الجملة عادة بتكون سطر سطر ونص إذا قرأتها سطر ونقطة مش هذا اسمها جملة اسمها سنتنس تمام. والفقرة شو هي؟ شو فقرة؟ مجموع الجمل صح؟ مجموع الجمل الجملة تقريبا سطر ونص سطرين مش الباصري بيجي سطرين ونص بس بضل تقرا لعنده والنقط. هذه أول جملة في الأبستراك شو بتعطيك فكرة عن شو؟ أوفر أول بيرفس أوف البحث اللي بدك إياه. يعني منها من هذا الأبستراك المفروض تفهم لما تقرأ أول جملة تعرف انه هذا الموضوع هو في الاقتصاد ولا في المحاسبه ولا في التاريخ ولا في الكينولوجي في عدد. الثاني شو؟ بنسميها ذا ريسيرش بروبلم انفستيجيتد. يعني شو الموضوع؟ انت لما تحكي انترنت اوف ثينجز ما هو مرات بنحكي عن استخداماتها في الطب استخداماتها في البزنس استخداماتها في المحاسبه. من هذا ما تقراها بتصير عارف بتعرفك انه هذا الموضوع طبقه في وين. اذا لا زال لما الابستراكت هذه فقط مشان تعطي الريدر معلومات عامه عن البيبر بس ما باخذ منها معلومات. ليش معلومات؟ بقدرش ابدا امسك الابستراكت واحطه في البحث ثلاثه ما بينفعنيش في مكان ثاني بينفعني. ثالثا العنصر الثالث اللي شايفه قديش الفقره او الجمله الثالثه بدها تكون شو ماله؟ ذا بيزك ديزاين اوف ذا ستادي. يعني هذه الدراسه هذا البحث اللي بين ايديه هذا البحث اللي بين ايديه كيف عملوا؟ هل راحوا جمعوا بيانات؟ يبقى كيف في الجمله هذه الثالثه؟ هل راحوا مثلا عملوا دراسه نظريه؟ يبقى كيف؟ هل راوا وهكذا؟ هل عملوا تجربه؟ هذا الاخير واخر اخر واحد شو بتكون؟ اذا الفقره الاولى في الابستراكت شو مالها؟ اللي هي الفاين يعني شو النتائج اللي بتصير لها البحث ده. طيب الان غالبا نيجي كيف بنسوي؟ انا عندي كم بيبر صار 18 بطلع على هذا في الابستراكت يمكن من هذا اجي اقول بيبر هذا يا بتصلح يا لا تصلح منها لا تصلح خلاص بحذفها. ما قدرتش بدي اضطر وين اقرا الجمله اللي بعديها اكمل الابستراكت وهكذا. كخلاصه كتجربه عمليه قراءتك للابستراكت هذا كمان على الاقل كمان قد ايش صار؟ التايتل بيستثني 20% والابستراكت بتستثمر 20% بتستثمر اللي بدها
40% ممتاز. ده اللي لازم يشجعك تسوي، ده اللي صار بخير فعلا. بدل ما هو لو ما عملتش انت خسرت البراءة، ويمكن ما تستفيدش منه، ده من اول شيء. اذا المكان لما يصير بين ايديك بيبر، اول مكان صح لازم تطلع عليه طيب. ريليتد بتكمل وين؟ على الابستراكت. اذا هدفك وانت تطلع على الابستراكت، مش مش نحن هسه ما بدناش نخرج، مش مشان تاخذ معلومات. هدفك وانت تطلع على الابستراكت مشان تتاكد انه هذا البيبر تخدمك للشغل تبعك. لا مش بس هيك، كمان مكان، كمان مكان الله ما يحبش. طبعا الواحد يجي يقول معقول، انا بقول لك معقول، لانه لما نريد هذا البيبر انا لما بكتب بيبر وده بعثها للناشر، الجيرنال ترخص اقبالها اذا ما كانت شيء. تقول جيرنال هذا ناشر خلاص، الجيرنال كله كله جيرنال، انا محتاج دي ستايل معين ستايل. المكان الثاني بعديها هو وين؟ انتروداكشن. وكمان الانتروداكشن هذا كثير بتحتاره انت لما بتكتب المقدمه. شو بدك تحط في المقدمه؟ مش انت بدك تسوي بحث المادة؟ اول ما تبدا في المقدمه شو بتحط فيها؟ في ناس تحط صفحتين، في ناس بتحط صفحه، خاصه انا بقول لك الصفحات اللي بيجيب منكم ليش حاطط هاي الصفحات؟ بدك تشوف هاي البنيان، هاي العلميين بيسألوا ليش حاطط هاي الصفحات؟ مشان بدك تشوفوا هاي البنيان عن طريق علميين، كل هي بقى خلاص معه. اللي مصدق من اي بحث سواء مشروع تقارب بكالوريوس او رساله ماجستير او ريسيرش بيبر لازم يكون فيها مينيمم 4 فقرات. مينيمم 4 فقرات. وعرفنا الفقرة يعني شو مالها؟ مجموع جمل. الفقرة الأولى هي عبارة عن شو؟ أوفر فيو عام. أوسع من الأبستراكت. أنا شو مالها؟ ريليفانس يعني أوفر فيو، معلومات عامة عن مثلا ارتفيشال انتليجنس. تمام؟ بعدها ريليفانس تو ذا ريسيرش. ممكن هذا الفقرة التالية يجي يقول لي ويستخدم الارتفيشال انتليجنس في البزنس على النحو التالي، بدا يخصص. بعديها بده يحكي لي عن السبب اللي اشتغل البحث هذا مشانه. بمجرد ما اعرف السبب انا اللي اشتغل البحث عشانه بتخذ قرار، يا اما هذا البيبر تلزم للشغليه يا اما شو مالها، لانه انا بيبقى بفتش عن سبب ثاني مش السبب اللي هو. اذا لاحظ هذا في ساعتين 3 ساعات ماكسيموم تبدا انت المفروض مره على 50 بيبر. لما عينا يعني عارفين المفروض لما تبدا مع التجربه لما تبدا انت تعمل قراءه للبيبر تصير تعرف انه الفقره الثانيه في المقدمه شو بيكون فيها؟ البيبر مستوعب. الفقره الثالثه شو بيكون فيها؟ ايوه اللي هي الستيتمنت اللي بنسميها ليش عمل البحث. الفقره الثالثه شو بيحكي؟ الميثودولوجي والميثود يعني الطريقه اللي عمل فيها البحث. هذا معناها الطريقه اللي عمل فيها البحث. يعني بدي اقول لك انا عملت البحث بطريقه مثلا مكتبيه، او عملت البحث بطريقه بدي اجمع فيها بيانات واعمل لها تحليل، او عملت البحث بطريقه اللي بدي ابني تجربه وش اسوي. اذا بتصير اذا مارست اول مره ثاني مره والعناصر هذه في ذهنك، يعني امسك لي بحث انت وجيت فرصك انا شو الجمله الثانيه في الابستراكت اللي بدك تقول خلاص كم بدي بحال عينك على المعلومه الثانيه بتعرف الابستراكت معناها قاعد تتفرج على شيء. اذا بعد ما تخلص المقدمه لاي بحث لمجموعه الابحاث هذه كمان بتشيل لك لا يقل عن 20% من الابحاث اللي انت وريتها مثل الاول. قديش صار؟ لو ما صرت انت مستثني شايل 60%، يعني وفرت لحالك 60% من الجهد. صح؟ وفرت لحالك 60% من الجهد.
فده انا بقرا 10 بيبر مشان اخد مثل فيها او سلاف اوريدي انا كنت شايف ستي واستخدمت ال 10 بيبر قلت له بياخد معاك وقت بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ مستنيه ستي بيبر ما وردش عليه بعدين اربعه بعدين اربعه تمام؟ اربعه بس مش كل ما بتتقدم بالبيبر احيانا كلها بس في او ثلاثه بدل ما تشتغل على الديجيتال شو تشتغل؟ بتصير انت خلاص يعني شو تستخدم منه؟ خلاص؟ بدك تستخدم منها اذا ما بتعرف تستخدم منها بتصير تستخدم مين؟ الاخر كل بيضه راح تلاقي عليها السنه منشوره فيها اذا انت ولا بد بدك تستخدم ليش؟ ضلينا اربعه تستخدم مين؟ الاخر يعني اللي هي محور السنه الاخر واحد كتير في المعروف تلاحظين طيب ها عملت الدوكيومنتيشن التوزيع خلي لي اياها خلي اجلها شوي بس اذا بنجيك الكلام اللي حكيت فيه خلي اجلها هاي مثال امن الله يهديش بالامن في معانا اربع بيوت عندنا مثلا لو شفنا سنتين قلنا الأولى بس نطلع على الثاني والثاني اللي نطلع على الفيديوهات اللي نشوف كيف بعد خذ الأولى هاي الأبستراكت لازم يكون فيها كم عنصر؟ ليش أبستراكت للعلم؟ يعني لو جيت تعمل بعد وبعدها في الأخير جيب مش موجودات الأربعة ولا شو الأحتياج والتفاعل طب تعمل تعقيد تصور وسط الأرض شو بالبيت؟ اي بيت فيها ابستراكت شايف الابستراكت ده فوق هذا فوق شايفينها؟ فوق دير بالك الياء ثم مياه تاخذ من الابستراكت وتحط في البحث تبعك هتصيرهم بالضعف وبعد انا في مكان ثاني بس متعرف عليه فين احنا بنقول لا ابستراكت شوف العنصر الاول اوفر اول بيرس قلنا لازم تكون هذه جمله هي جمله الجمله الاولى هاي الجملتين هذا لحد الان شو لما بتقرا ما انت عارف انه الاوفر اول بيرس اول ما بديت تقرا اول جمله شو بده يحكي لك عن اوفر اول طيب الثانيه ذا ريسيرش بيربس اور انفستيجيتد هاي البيلد اب اون ذا تكنولوجي اكسبتنس مودلز اذا قاعد يشتغل على وين؟ اسمه تكنولوجي اكسبتنس موديل اند اكزامين باتري اكسبتنس هاي السبب اللي يشتغل فيه انت بهاي البيربوس حطك اياه تطلع هذا البيربوس انا شغلي بده يكون زيها رياس معناته لحتى الان هذا البيبر بتلزمك اذا نو من هان شو بتسوي؟ بتشيلها ما بتكملش شيك ريزلتس الاخيره ذا بيزك ديزاين اوف ذا ستادي هاي شو عمل؟ ايدنتيفاي وكذا كذا جاب لك سكيورتي وجاب لك governance وجاب سبيسيفيك فاكتورز حددتهم وبناء عليه اعطى النتائج التالية هاي هذه نتائج ريزلت ستادي موديل واز فاليديت ذا سيرفي انفولفمنت كذا 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 هاي النتائج اللي وصلت لاحظ هذه الابستراكت دائما يوصلك على ايه؟ كل جزء كل ستيتمنت فيها الا هذا محطوط اذا مش مزاجيه ولو مزاجيه هو ده اللي بيصحح انا عايز صفحات لا مش عايز صفحات احيانا بتلاقي البيبر ست صفحات واحيانا فيها 20 بتلاقي ست صفحات اعلى من اللي فيها 20 مش عارف العمل مش عارف ايه المثال الثاني اللي حكينا اياه عن المقدم عن مين؟ عن المقدم هاي المقدمة هاي أبرز عناصر هاي الأربع أربع عناصر كويس شنو العناصر الأربعة؟ خذ مثال هاي هذا مقدم هذا مقدم هاي مظبوط هذا مقدمة هاي هذا شيء
مقدمة يمكن أن تقدر تصل حتى بعد ما قرأتها تقول له هذا البحث مش إذا قررت تعمل أنا وأنا شو بدك تسوي؟ تطلع دماغك وتكمل ثاني شو بدك؟ أيوة ستوب الموضوع اللي حواليه بتكون شو مالها؟ هذا البحر يعني هذه مقدمة عامة، هذه مقدمة أو تمهيد عام، ها بنقول بدك تبدأ تدخل وين؟ في الموضوع. يعني مش معقول تضل تحكي لي عن ارتفيشال انتليجنس طول المقدمة. معك أول فقرة احكي قد ما بدك، بس فقرة واحدة. الثاني بدك تقول لنا الارتفيشال ماله الارتفيشال انتليجنس؟ فيها بشو لو الشاي تحكي فيها. طيب طلع لي على الفقره الثالثه كلام سمير شو ايه اخذت بس البحث اللي انتو شو مخناس البحث اللي ولا في ليش من احنا خدتوا من يلا خلاص وين شو نروح معلش سأل ولا بدي اقول لك شو ريسيرش ستيت يعني اختصرت علي السؤال ريسيرش ستيتمنت كمان تفصيل اكثر للموضوع يعني الهدف الاساسي والمشكله الاساسيه والهدف اللي بده يحلها البحث ده تبقى جاي في وين؟ في فقره لحالها منفصله فقره منفصله واخر شيء اللي هي الميثودولوجي او ريسيرش ديزاين شو الطريقه اللي بيشتغل في البحث هال اللي ظهرت امامنا هي عباره عن مين؟ شو مالها؟ لو ظلنا نحكي اسبوع بس هيك لها كلمات لو ظلنا نحكي بزبط شو العمل البحث شو اللي بزبط؟ بتجمل خلص put your hands on يعني انت بتجمل الجمهور السؤالات ما تنام مفترض بتختار الموضوع شو اسمه؟ Artificial Intelligence شغل جوجل سكولار تمام وبتبدو تطبقوا في الكلام هذا مشان تصير مهارة إذا صارت مهارة إذا صارت مهارة خلص الأمور سهلة ولكن إذا ظلت مكتوب على الورق كلام مش هذا بالفعل ندخل على جوجل سكولار فتش عن بيبرز حاول تجيب 2024 وتطلع على نفسك على العنوان على نفسك تمام نكمل وين وصلنا طيب هذا اللي هو كنا بنحكي اليوم هذا اللي كنا بنحكي اليوم يعني المرة القادمة